السلام عليكم. طبعا عندي هنا أيضا تكملة لحل الكسور المتكافئة، عندي باستخدام، لأن بما أنه قال استعمل النماذج أيضا استخدم أيضا ورق بياني. فعندي هسه السؤال الـ18 اللي هو 2 على 7. 2 على 7 طبعا ما عندي رقم يقبل القسمة بين 2 و7 سوى، ما عندي هذا الرقم، فراح أضربه البسط والمقام في رقم معين اللي هو شقد مثلا اخذه على 2. فهنا 4 و2 14. فعندي هنا اللي الاكبر هو اللي راح يتقسم، راح ابدي ارسم اكبر مقام اللي هو 14، فابدي ارسم 14 مربع. احسب هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هسا عندي هنا 2 على 7، راح أبدي أرسم 2 على 7 هنا اللي يمثل 4 على 14. 7 فأدي 2، كل 2 1 2، هاي وحدة، 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6 7، 7 مربعات. إذا هنا يقول 4 من 14، راح أجي 1 2 3 4، هذا كله يتلون، الأربع مربعات هذه شبيهة كلها تتلون. هنا 2 من 7، هنا 1 2، إذا هذا شنو الكسر راح يكون؟ راح يكون متكافئ، بما إنه القياس نفس القياس، فهذا راح يطلع أنت مربعات ملونة، فقط الفرق بالقياس مع المربعات. عندي اللي بعده اللي هو 3 على 12. 3 على 12 أقدر أقسم البسط والمقام على 3، اللي هو هذه على 3، والـ12 أيضا تقبل القسمة على 3، فيطلع 1 على 4. فمن راح أجي أرسم هسه هنا، هذا راح أبدي أرسم، أرسم 12 مربع طبعا، هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اللي هن ذني 12 مربع يتمثل 1 على 4. كل 4 في شقد يطلع 12 3، فكل 3 مربعات، 1 2 3، كل 3 مربعات تمثل وحدة من الأربعة، 1 1 2 3 2 2 3، أيضا 3 4. هسا عندي التظليل راح نغير لونه، 3 على 12، 1 2 3، إذا ألون 1 2 3، هذني تلونه، هذا شنو؟ 1 من 4، هذه 1 من 4 مربعات، إذا شنو؟ نفس الشيء، إذا هذا 3 على 12. وهذا 1 على 4. اللي بعده اللي هو شقد 4 على 24. 4 على 24 أقدر أقسمه على 4، البسط والمقام يتقسم على 4، فهذا يطلع 1، هذا شقد يطلع؟ يطلع 6. فأجي راح أرسم، راح أرسم شنو؟ أبو البسط الأكبر، العفو أبو المقام، عفوا أبو المقام الأكبر اللي هو شقد؟ 24، أحدد 24 مربع. أبدي من هنا، هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24، إذا هذه هي 24 مربع.
هذه هي 24 مربع. نفس القياس، هذا يمثل الفوق 4 على 24، واللي بعد المستطيل اللي هو 1 على 6. بس عندي هنا راح أبدي أحسب 4 مربعات اللي هي شقد؟ 1. هي الخطوط واضحة، كل خط يمثل مربع. فهسه عندي 6 في شقد تطلع 24، 4 × 6 = 4، فكل 4 مربعات يمثل وحدة. 1 2 3 4، هاي وحدة. 1 2 3 4 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 وحدة. 1 2 3 4، إذا وحدة صارت 6 مربعات. فثاني عندي 1 من 6، نظلل للواحد من الستة، هذا 1 من 6 ظللته. وعندي هنا 4 من 24، 1 2 3 4، إذا نظلل. إذا شنو التظليل مالتهم؟ متساوي التظليل. هسه هذه المنطقة ظللت وهذه المنطقة أيضا متساوية ظللت، فإذا شنو الكسر؟ مكافئ. اللي بعد 6 على 18، 6 على 18، فستة عندي على 18 أقدر أقسمها على 6 نفسها، أو أقسمها أقدر على 3. فهذه 6 2، وهذه 6. راح أجي أخذ المقام شنو؟ الأكبر. أبدي أرسم على المقام الأكبر اللي هو 18، راح أبدي أحسب كم مربع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. إذا هذا هي 18 مربع. هذه 6 6 في شقد يطلع 18، 3 6 في 3 هي 18. إذا كل 3 مربعات من هذه شو تمثل؟ تمثل وحدة. 1 2 3 هذه وحدة. 1 2 3 هذه أيضا وحدة. 1 2 3 هذه أيضا وحدة. إذا 1 2 3 4 5 6، هذول شنو؟ 6 مربعات. راح أبدي أظلل 6 من 18، إذا هاي هي شقد؟ 6 على 18، وهذه 2 على 6. راح أبدي أظلل 6، 1 2 3 4 5 6، هذه اللي تظلل هذا الرقم. هذه شقد؟ 2 على 6، ظل الجزء الثنين، هذا الثنين على هذا، 1 2 على 6. إذا هذا الجزء أيضا تظلل الجزء من الكل. هذا هو الكسر المكافئ، طلع شنو الكسر؟ متشابه.